رجل الأمان تخرج وطرد الأحزان. شيء بداية الفكرة نحن كنا أنا والإدارة أستاذ محمد كنا شغالين على مشروع ثاني مش نحن بنسوي المسلسل، كان عندنا فكرة ثانية مشروع ثاني واتفقنا عليه والمشروع ثاني، وقد بدينا في الخطوات الأولية حقنا وصورنا فيه أشياء وبدينا نشتغل، وبعدين اختلفنا نحن والجهة هذيك، وبعدين قلنا نحن يعني مش ممكن نحن يجي رمضان علينا ونحن مش ما نسوي شيء عمل معين، فبدينا نخطط نحط فكر ان احنا والله بنسوي مسلسل. ايش وقت؟ لا يا اللي يبغوا طيب كيف بنسوي المسلسل؟ من اللي معانا اللي بيمثلون في المسلسل؟ من الأبطال؟ الفكرة يا وصلتنا أو جاتنا عبر المخرج نفسه، كانت فكرة يعني حلوة جدا وأنا تقبلتها يعني بكل فرح، يعني أقل ما يمكننا بشتعق من كثر الفرحة لما قال لي معنا مسلسل ونحط دور عليه ونحن بناك معنا من ضمن الطاقم. يعني قالوا لي إنه المسلسل بيكون اسمه برهوت، وأنت يا فاز بيكون اسمك برهوت، يعني المسلسل بيكون اسمك. هذا اول شيء يعني صراحه اللي فرحنا وانبسطت، عرفت انه المخرج والمدير حاطين ثقتهم فيه. يعني انا والله اول ما سمعت خبر المسلسل شيء سرنا جدا. في الفكرة هذه حق المسلسل تفكرنا لها حوالي لها سنة كاملة، قلنا نحن ما نخوض هذه التجربة، ما أخذناها من قبل ما نخوض، بس قبل ما نخوض التجربة يعني نحن نلقي تجارب أصغر عشان التجربة الأكبر تكون بداية. ما جات ما
بداية ما جانا خبر إنه بإذن الله القناة مقدمة على إنه بتنتج مسلسل، بعد ما جلسنا مع المخرج والإدارة اجتمعوا بي أنا شخصيا وقالوا لي إحنا محتاجينك في المكان هذا المعين، مكان محتاجين شخص يكون في الراكور وشخص فاهم في المونتاج علشان يمسك الكلاكيت وفاهم في الوضع، يعني في وضع اللقطات والصوت وكذا. فقلنا إن شاء الله إحنا جاهزين. الشيء اللي كان صعب بالنسبة لي موضوع الراكور. طبعا بعد ما تواصلت معنا الإدارة إنه بننتج مسلسل يكون خاص بالغناء، وكلفوا نحن إن احنا نكون في إدارة الإنتاج. طبعا حسينا إنها مهمة صعبة جدا، كون إن العمل حق الغناء بيكون متواصل معنا، هذه بينضاف علينا شغل فوق الشغل اللي نحن معتادين عليه. وأول ما خبرت نحن الإدارة بخصوص المسلسل حق بروت وبنمسك إنتاج المسلسل، طبعاً أول مرة كانت تجربة حلوة، وأول مرة نعرف كيف الإنتاج وإيش هو الإنتاج. يا معد يا برد، شبكة انترنت تحتيه، دول كهرباء تصير. تمام. ايه يا الكهرباء. يلا كراكت. موضوع الكتابة. طيب كيف نكتب سيناريو مسلسل؟ مين اللي بيكتب الحوارات؟ فاقترحنا عدة أسماء وتواصلنا مع بعضهم. جلسنا نحن وياهم وشرحنا لهم الفكرة وقالوا تمام عبدوا استعدادهم، وقالوا نحن خلاص نحن بنروح بنكتب. وعطناهم فترة طويلة رحنا نكتبوها. فلما جاءوا اجتمعوا وشفنا كتاباتهم وقرناها حسناها من نفس الدائرة اللي نحن نمشي فيها، نفس الدائرة ما راح نهائيا. فقلنا لا، قلنا خلاص نحن بنكتب. احنا مش كذا جينا وكتبنا سيناريو، رحنا بحثنا وقرينا وطلعنا وخلنا دروس على الانترنت. الانترنت تقدر تستفيد منه اشياء وجم يعني، وعرفنا انه في الطريقة الامريكية وفي الطريقة الفرنسية وكيف تبنى الحوارات وكيف تبنى الشخصيات. ممكن قعدنا مقال في شهر نحن نبحث ونتدرب. سوينا أول شيء جلسات تحضيرية للعمل، يمكن حوالي 10 أيام أو 15 يوم. كان في يوم اسمه اليوم الكبيس بالنسبة لنا، جينا وكان الأداء حقنا سيء جدا، درجة يعني أن المخرج كان يكتب علي ملاحظاته، بس داركنا الموضوع حكم أن المخرج طارح تقف فوقي يعني. في كان المخرج كان شاهد علينا شوية أنه ضروري تحفظ النص، بعد ما تحفظه تفهمه اللي في بالك قوله، يعني هو يغيرك يعطيك المساحة انك ايش تتوسع في خيالك، بس ايش في حدود اللي. فبعدين في البداية صراحة ما كنا يعني نقول ايش يعني، تخيل 13 ورقة كيف تحفظها عشان حلقة. قال لك انا لما اجيب روفة كان صارح امتحان شهادة، يعني كمان بحقق نجاح، يعني لازم ندرس عشان نحقق نجيب الاول في الفصل. فهذا شفت البروفات بتو فهدتنا يعني في اداء يعني حتى في التمثيل. لازم على الكهرباء اللي وضعته. وانت كيف المشهد الرابع اللقطه تيك 1 الصوت 109.001. والله انا خلاص تو بتعدل. ايش هذا ولا نصير فيه انت ثلاث ظروف يعني. شوفوا اول درس بعطيكم اياه اليوم. موضوع الكلاكيت يعني صراحة كان المرجع الأول والأخير في موضوع الكلاكيت المخرج صراحة أبو محمد عبد الرحمن بارباع، كان هو اللي معطينا أساسيات بحكم أنه أول مرة أنا أمسك كلاكيت. أنا دائما شغلي يا خلف كاميرا أو خلف جهاز مونتير،
كنت أتابع معاه النص، أتابع تقسيم المشاهد، اللقطات العامة واللقطات الكلوز واللقطات المتوسطة و... ايش تسوي؟ غمرنا اول شيء بالممثلين، هذول الشباب اول تجربه لهم، وجلسنا ومثل ما وضحت انه حكينا لهم كل شيء وهم ابدوا استعدادهم بالكامل، والان نحن نجي لفريق التصوير. طبعا الناس كلها استغربت منه، مش كل الناس يعني، الشخص الفاهم عرف انه دي طريقه تصوير، كسروا فيها القواعد وكسرنا قواعد التصوير كامل، والشخص العادي انه يشوف شيء، يشوف كادر جديد، يشوف صوره جديده بالنسبه له بعيده عن الموضوع كله هذا كامل. طيب ليش نحن اخترنا هذه الطريقة؟ وليش نحن صورنا بهذه الطريقة بالتحديد؟ نحن بنصور في الشارع، تمام؟ فالشخص العادي المواطن ده يعرف الشارع، عنه ملانة من الشارع ده، ودائما نشوف الشارع، دائما نشوف الخور، دائما نشوف 40 شقة، دائما نشوف المواقع دي. فنحن لو صورنا بالطريقة العادية، الشخص عادي يعني يشوف مسلسلات نفس الطريقة التصوير، والشارع ده قدام عينه، نحن ما جبنا له شيء جديد ينبهر نتابعه، نحن اشتغلنا انه ينبهر كصورة وكمحتوى. لا مواد نزل هلا وعلاوي جلسنا مع المخرج بعد ما تم مناقشه الموضوع امور المسلسل بجانب عام، وجلس عشان موضوع الاضاءه موضوع التصوير. فالمخرج قال لي بغينا نصور بفكره جديده بلوكيشنات جديده بزوايا جديده، قلنا له حلو. فاشرح لي الفكره حق الموضوع اللقطات والزوايا، فاعجبت بها جدا يعني. فبحيث حصلت في بعض المسلسلات والافلام صوروها بنفس الطريقه، فجمعنا كم هذه اللقطات من هذه المسلسلات، فجلسنا نناقشها ونحن المخرج، ايش دي كذا ريضه دي ما كذا، الكلوزات مستخدمها ايش، واللقطه العام مستخدمها كذا، والعدسات ايش الافضل في ذي ولا ذي. فتم مناقشة هذه وخرينا بحاجة ترضي الكل يعني. طبعا الاحتياجات حق كل حلقة تطلع بأوردر خاص بالحلقة، الحلقة مثلا فلانية يحتاج لها كده كده مثل مساعد، يحتاج لها مثلا حاجات إضافية، بغنا مواصلات باص، يقول نحن الموقع الفلاني، كل شيء كان بترتيب. بس كيف في كان مشكلة واحدة، إنه يعني إنه نحن نفسنا الطاقم حق القناة هو نفسه طاقم إنتاج المسلسل، إنه ننزل مثلا ننقسم مع عبد الله، عبد الله ينزل معهم في الموقع أنا أكون موجود في القناة، هو العكس. عرضت نحن بعض مشاكل يعني في مثلا الناحية التنسيق، لما يجي المخرج يطلب منك مثلا شيء معين بغاه في الأوردر حق التصوير يكون موجود، خاصة لما يوصل نحن متأخر، يعني وصل نحن متأخر يعني نسعى بكل جهد الناحية لابد نوفره لابد نوفره. أبوي احمد بعطيه وحسن العكبري وحقص والشباب صراحه يعني هم كانوا الابطال الثانويين في المسلسل. هذول كيف نحن جبناهم الشباب؟ هذول الشباب كانوا معهم قناه على اليوتيوب يسوون افلام وينشرون فيها، بس نحن شفنا الشباب انهم عندهم طاقه، عندهم يقدرون يادون، فجبناهم واجتمعنا معهم وابدوا استعدادهم الكامل. تخيل انهم جاءوا واشتغلوا بدون ما نتفق معهم بجوانب ماليه باي شيء، انه همهم بس انهم كيف يظهرون للناس. Take 8.
ده يمكن حق تجارة مش مشبوهة. التجارة المشبوهة. تجارة مش مشبوهة. شوية كان في إعادة 87 مرة وحلقة حق العمال. في حاجة حق العمال أيوه. حق العمال كان يوم صعيب وكئيب. صعيب يعني. جدا حق العمال. كان في أصلاً الهواء برا هواء زاخي. ما قدرنا نصور طبعاً كنا صورنا في الشتاء. حلقة العمال مجد 15 لفت كلوز قنبلة تك 1 الصوت 118-021 بدك 2 حلقة العمال مجد 15 لفت تسيق قنبلة تك 3 الصوت 118-023 صعوبات أثناء التصوير اللي تعبنا فيه صدق اللي هو لما يكون عندك حلقة فيها 4 لوكيشنات 5 لوكيشنات هنا البلاد تقول لك أتحداك تصور طبعا الكل شاف الانترو وشاف التنوع اللي فيه أكثر من غنية وفعلا كان معنا عادها غنية لكن قدرنا نكتفي بالدء والحمد لله انترو فضيع ونال اعجاب يعني اغلب ناس نال يعني ولا واحد قال الانترو هذا مش تمام ولو بتلاحظون انه في الانترو كان اول رقصتين رقصة الكاسر ورقصة العدي كان التنسيق مع الفرقة اللي بتنفذ هذه الرقصات كان مع فرقة نسقني معها قبل شهر او شهر ونص بانه في تاريخ كذي وكذي بيكون التصوير ونتفاجئ نتواصل معهم قبل التصوير بيوم انه شو معنى تصوير بكره نتفاجئ بالفرقه تقول نحن نعتذر ما بنحضر كيف بنبدا المسلسل كيف بيكون بدايه المسلسل انا اتخيل انه هذه فكره الانترو المسلسل الأغاني الأربعة اللي فيه كيف نحن فكرنا فيها قبل ما نبدأ في التصوير أساساً قبل ما نبدأ في الكتابة أساساً نحن بيكون مسلسل بتكون مقدمته 1 2 3 4 5 7 8 فجلسنا بالطاقم واخترنا الأغاني واخترنا الألوان دي بالتحديد يعني اللي هي الكاسر والعدة والقديم تواصلنا مع الراقص يسلم بن قحيز فهمت الفكرة فهمت الموضوع وإنه معنا بكرة تصوير قام وفر نحن الأشخاص اللي محتاجين لهم في رقصة الكاسر والأشخاص اللي محتاجين لهم في رقصة العد وبرضو في حق الباص الأمور اللي هي معقدة وصعبة اللي عرضت نحن اللي واجهتنا نحن في موضوع الشمس الشمس كل ما رحنا مكان تحس المكان في ضوء في شمس قوية وفي ظل يعني تحط المثلية مثلا على مكان الظل تحس اللي وراهم شمس قوية بتعدل في الشتر وفي ضحة العدسة المثل سود يعني تظلم الإضافة واللي وراء تكون أكثر فايات فكرة الكاسر حق الضوء فاستخدمناها في هذا الموضوع حق الشمس ما شمس فالحمد لله تغلبنا على هذا الموضوع موضوع الشمس والظل الهلبة شوف سماعي يا طويل العمر المفروض نطلع طبعا الشباب اللي كانوا في موقع التصوير يعني اقل يوم نخرج 20-25 نفر من طاقم تصوير اضاءه خدمات ممثلين خدمات يعني الطاقم كامل اقل يوم يوصل 20-25 نفر كانت غداءاتهم عايقه لنا صراحه لانه التصوير كان بشكل يعني متواصل حصولهم من الفجر تعطيهم وجبه فطور الى الظهر بريك راحه غداء نواصل الى الساعه 11-12 بالليل ضروري من وجبه بعد البريك ضروري وجبه عشاء تكون موجوده كانت صعوبة جدا في فترة من الفترات خرجنا في موقع التصوير يعني يمكن أكثر من 50 شخص نشكر الطاقم القناة كامل من
يعني من أكبر واحد إلى أصغر واحد في القناة اللي اشتغلوا كلهم أسرة واحدة، كلهم كانوا يحسون إن العمل حقهم. هذه كان يعني واحدة من أهم النقاط اللي خلت المسلسل، كان كلهم يشتغلون على حقهم العمل. أنا اسمي بينطرح في هذا العمل لازم نحارب فيه بأي كل شكل، كل شخص ساعد ولو حتى بشخطة قلم ولو حتى باتصال. صراحة نشكره على هذا على كل شيء قدمه.